بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على النبات رقم 18 من سلسلة أطلس النباتات الطبية والعطرية، ونبات النهاردة هو نبات البردوش. نبات البردوش المصري من النباتات ذات السمعة العالمية، سواء في العشب المجفف أو الزيت العطري المتحصل عليه من نباتات البردوش المصري، وخاصة عند الحصول على الزيت الطيار عن طريق التقطير بالبخار بنحصل على مواصفات جودة عالية من الزيت العطري الخاص بنبات البردوش. نبات البردوش من النباتات المعمرة اللي ممكن تستمر في الأرض أكتر من سنة. النبات ده بيتم الإكسار بتاعه في الأساس عن طريق البذرة، وأهم حاجة زي ما بنتكلم دايما برضو البذور المنتقاة، البذور ذات الحيوية العالية، البذور اللي ما تكونش فيها غريبة، ما يكونش فيها حمول، لأنه أكيد هيأثر على النموات بعد كده وعلى الإنتاجية. فنبات البردوش من النباتات المهمة جدا في الأسواق العالمية، البردوش المصري، وزي ما اتكلمنا ان هو طريقة الإكسار بتاعته عن طريق البذور، ويمكن في طريقة إكسار أخرى وهي عن طريق العقل الساقية، ولكن ليست هي الطريقة الأساسية. فالنبات ده بيتم إكساره بالبذرة. من النباتات المعمرة اللي هي ممكن ناخد منها أكتر من حشة. النبات بيصلح في تحت ظروف جوية مختلفة وفي أنواع أراضي مختلفة، حتى بيتحمل حتى لغاية الأراضي الجيرية. النبات ما فيش اي مشاكل فيه، والنبات بيزرع على نطاق تجاري بمساحات كبيره طبعا في محافظه المنيا ومحافظات الصعيد. اهم ما يميز الزيت العطري بتاع نبات البردوش هو وجود ماده اسمها ماده الكارفكرول، وهي من النباتات من المواد المهمه جدا في العلاجات والمستحضرات اللي بيدخل فيها النبات. نبات النهارده هو نبات البردقوش، وهو من النباتات ذات السمعة الطيبة في الأسواق العالمية، خاصة إذا ما أنتج تحت ظروف الزراعة العضوية. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.